عن جرير بن عبد الله قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. صحيح البخاري. لجرير كر عبد الله ورزاي خداي لسربي جردرا وتواك فرميتي پیمان به پیغمبر درودی خدای لسر به داوا لسر انجام دانی نویجکانو پیدانی زکاتو آموزگاری چاک بو همو مسلمانه.